يوم اثنين سعيد على كل مشاهدي شاشة السومرية أكيد من برنامج مورنينج لايف. راح نبلش ببداية مهمة تخص اليوم حقوق المرأة، ودائما عندنا تساؤل وعلامات استفهام من برنامج مورنينج لايف، أين منظمات حقوق المرأة، حماية حقوق المرأة، أين منظمات حماية حقوق المرأة من التعنيف، أين المنظمات والجهات الحكومية لحماية المرأة من جرائم الشرف اللي تصير بالفترة الأخيرة وبالآونة الأخيرة. فرح تكون اليوم حلقتنا دسمة بخصوص حقوق المرأة ومناشدات لحماية حقوق المرأة من جرائم شرف، من تعنيف، من حقوق المرأة اللي نسمع عنها لكن بالواقع غير مطبقة. جرائم الشرف تزداد، وآخرها طيبة العلي رحمه الله الضحية. ما هي أسباب ازدياد جرائم الشرف بالفترة الأخيرة؟ بما أنه إحنا دولة ديمقراطية وقانوننا ديمقراطي، والمرأة بالآونة الأخيرة تزدهر مكانتها بالحكومة، بالبرلمان، كدكتورة، مهندسة، تمتهن يمكن أعمال خاصة بالرجال وتأخذ الأكيد المركز الأول. فاليوم إحنا بتساؤل، هل نحتاج إلى قانون يحمي النساء من القتل؟ أكيد راح يكون معنا المحامي العزيز على شاشة السومرية ومورنينج لايف الأستاذ علي الجريصي. سوينا لكم تقرير أكيد بخط وكلمة علي خشان زميلي. شهدت الآونة الأخيرة حالات تعنيف تمارس ضد النساء أخرى المدونة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب العلي سوينا أكيد رحمه الله سوينا له تقرير بخصوص الأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة. هناك بصراحة قيل وقال، يعني تدخل أنت بكل بيج للأسف الشديد الحسابات المواقع التواصل الاجتماعي تتعرض نوعا ما طيبة العلي إلى تسقيط نوعا ما. هناك من يقول ألف، هناك من يقول ياء. لا، إحنا اليوم حبينا نوضح الصورة أكثر أكيد، وياريت شوية نحترم الروح اللي رحلت، يعني شوية بس شوية نحترمها. حقوق المرأة تأخذ أم تعطى؟ راح يكون ويانا الناشطة في منظمة حرية المرأة روزا الحميد. كيف يمكن الوصول إلى حقوق المرأة؟ حقوق المرأة هل يمكن أن تعطى بدون مطالبات؟ ما ننسى أكيد أهم أحداث السوشيال ميديا مع زميلتي طيبة عامر. ندخل بكيفية اكتشاف واستثمار مواهب الصغار من الصغر عبر السكايب من بابل. زيد الشوكة صاحب فكرة إنشاء محمية داخل كلية، هذا الشيء جديد أكيد. وأخيرا دائما المواهب حاضرين ويانا كمسك ختام الشاعر ياسر التميمي. ندخل بموضوع جرائم الشرف تزداد وآخرها طيب العلي علي الضحية سوري. كثرة التعنيف وقتل المرأة بسبب الأعراف القبلية، أكيد راح يكون الأجوبة حاضرة مع أهل الاختصاص المحامي العزيز علي الجريصي. أهلا وسهلا بك، نورت مورنينج لايف. تفضل، كيف الحال؟ ان شاء الله تمام. شو الامور؟ انا ما احب اشوفك بهيك موضوع بصراحه، يعني ما اكذب عليك، دائما اشوفك بالخير، اشوفك بمواضيع مهمه، لكن نحن بحاجه اليك اليوم، بحاجه اليك للوصول الى الحق، للوصول الى، يا ريت اليوم كلمتنا توصل لمنظمات لحمايه حقوق المراه. نسمع اكو منظمات حمايه حقوق المراه، هناك ناس تطالب لكن جرائم الشرف، هناك ضحايا، هناك قتل تحت مسمى ثلاث خطوط حمراء، جرائم شرف، جرائم شرف. ما هي جرائم الشرف؟ هل نحن دولة ديمقراطية أم نحن دولة قبلية؟ هذا السؤال اللي يسأل الشارع العراقي بالفترة الأخيرة. هو شيء أسعدتم مساء. أهلا وسهلا بك. طبعا قناة السومرية وجنابك كريم دائما تطرح المواضيع المهمة بالمجتمع اللي هي تخدم المجتمع. طبعا جرائم الشرف اللي هي ما يسمى جرائم غسل العار، قانون العقوبات، نص المادة مو مثل ما تكلموا بعض الشخصيات، إن كانوا شخصيات اجتماعية
أو ما نشر على برامج التواصل الاجتماعي. حلو. جرائم غسل الشرف اللي هي تتكيف على المادة 409 من قانون العقوبات العراقي. النص الصريح لهذه المادة: من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبس عذرا أجلكم الله بالزنا. نعم. هذا النص الصريح، لكن ما قال إنه بنية طلعت على برنامج تيك توك أو طلعت هربت بسبب بعض المشاكل اللي تولدت عندها من عنف، من تعنيف كضرب، من تعنيف لفظي، من تحرش من قبل الشقيق أو من قبل الأب، وهربت حتى تعيش بحياة آمنة خالية من هذه المشاكل. ترجع البنية تنقتل، هذه ما راح تتكيف على المادة 409، ولا راح تعتبر غسيل للعار، ولا راح تعتبر جرائم شرف. هذه قتل متعمد بالنسبة احنا. الموضوع آخر ضحية من الفتيات أو أول ضحية بهذه السنة اللي هي المرحومة طيبة العلي. طيبة العلي، طيبة العلي أثرت أو تركت فد صراحة ألم بقلوبنا كليتنا وبقلوب كثير من العراقيين. البعض ذمها ما يعرف قصتها، والبعض ترحم لها، والبعض طالب بحقها وحق كثير من الفتيات. خلينا نحكي عن لكلك استاذ علي. نعم. اكو لكلك صايره بمواقع التواصل الاجتماعي من بعض البيجات والصفحات، انه يبحثون عن شغلات يعني بصراحه يقول لك يخوط بصف الاستكان. بالضبط. يعني هي المراه روحها رحلت، اوكي، واحنا لازم اليوم الله يرحمها نقول الله يرحمهم ونترحم لها ونحاول انه نحل اللي جاي اللي جاي، نسأل منظمات الجهات المختصة شلون نحمي نفسنا من جرائم القتل اللي تحت مسمى جرائم الشرف. الجرائم القبلية أنا أعتبرها هذه. طبعا ليش؟ أنا مطالبتي كوني محامي ومدافع عن حقوق المرأة ومدافع عن حقوق المجتمع ككل، طالبت أنا البرلمان العراقي ومن ثم مجلس القضاء الأعلى اللي هم قضاة الرحمة، قضاة الإنسانية، قضاة الحرية، أن يتعاملون بهذه الجرائم بدلا من تطبيق أحكام المادة 409 اللي هي ما تسمى بجرائم الشرف، يطبقون أحكام المادة 406 اللي هي القتل المتعمد. تكون عقوبة صارمة، تكون عقوبة شديدة مقيدة للحرية من 15 سنة طبعا للإعدام توصل. احنا هذا اللي طالبنا به، لا إعدام. كذلك الحال المرأة تحت مسمى والله جريمة شرف، هذه مو جريمة شرف. أب يعني يقتل بنته. بس سؤالي طبعا سؤالي للأخوة وللمجتمع اللي علقوا بتعليقات سلبية، وين الشرف بالموضوع أو وين الجريمة بالموضوع؟ احنا حسب ما سمعنا طبعا أو استوضحنا من البصمات اللي انتشرت على برامج التواصل الاجتماعي بخصوص الضحية الأخيرة، دا تقول اني دا تتكلم ويا والدها ببصمات وبتسجيلات صوتيه، دا تقول له انت تقبل اخويا يتحارش بي تحرش جنسي وانت دا تستر على الموضوع؟ طبعا احنا هاي اللي سمعناها بتسجيلات الصوت، احنا ما نحكم احكام كامله ولا نقول يعني احترامي الروح المرحومه ولا نقول انه المرحومه كلها ايجابيات، كان من الممكن انه تقدر تلتجئ للسلطات للجهات المعنيه. صحيح. تقدر تلتجئ المنظمات حقوق المرأة المناصرتها، تلتجئ للمحاكم المختصة بإقامة دعوة وتطلب من المحكمة المختصة أو تطلب من أي منظمة نسوية أنه تلتجئ إلها وتعيش بأمان. هذا اللي صار. أما سؤال جنابك الكريم على جرائم الشرف، إلى متى تبقى هذه الجريمة؟ احنا ما عندنا في التثقيف توعوي من قبل الدور الرقابية اللي هي وزارة الداخلية، تعميمات مجلس القضاء الأعلى، منظمات طبعا كثير منظمات موجودة بالعراق خاصة بحماية المرأة والطفل، تمام. لكن هذه المنظمات ماكو عندها فالدعم ذاك الدعم الحكومي. الدعم أكو دعم معنوي وأكو دعم مادي. أوكي. الدعم المادي ما أعتقد تحتاجه المنظمات الإنسانية النسوية، لكن تحتاج الدعم الحكومي. ما بيها شيء إذا الجهات المعنية الخاصة بالمنظمات نطقت عن أسماء المنظمات الخاصة بحماية المرأة بالعراق في حال إذا صار وياك كذا موضوع وما تقدرين تلتجئين المركز شرطة أو محكمة،
التجئ للمنظمة راح يكون بها خط ساخن موصول بوزارة الداخلية بحماية الأسرة بالشرطة المجتمعية. هذا الشيء للأسف موجود. طيب اليوم هل نحن بحاجة إلى قانون يحمي النساء من القتل، يحمي النساء من جرائم الشرف، يحمي النساء من الحكم عليهم بطريقة ظالمة وخاطئة؟ وإحنا اليوم بصراحة للأسف الشديد صايرين مثل الخاتم بالأصبع اللي أنت يعني للأسف يعني هل يجوز شخص إن كان أب أو زوج أو أخ يحكم علي بدل القضاة؟ لا أكيد لا. جل الاحترام للقضاة. هل اليوم الأب والأم والأخ، الأب والأخ والزوج، هذول الثلاثة اللي إحنا نسمع من وراهم جرائم الشرف، هل اليوم يصيرون بدل الله سبحانه وتعالى؟ أنا هسه دا أذكر ليش. يعني هو الحكم الأكبر من رب العالمين، حكم الأكبر من رب العالمين إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قضاة الشعب اللي إحنا نسميهم قضاة الرحمة والإنسانية، أكيد راح ينظرون بعين العطف والرحمة أمام المرأة. تحاسبني، تنسين إحنا المرأة، لكن مو تقتلني. أنا مقولتي دائما كوني كرجل تختلف عن بقية الرجال، أنا ما أقول المرأة نصف المجتمع، أنا أقول المرأة أكثر من نصف المجتمع، لأنه هي المرأة عندها فالدور كلش كبير، مؤسسات الدولة دور كبير، بالمدارس التعليمية والجامعات دور كبير، بالبيت زين انت شنو يعني المرأة من صباحية رب العالمين تقعد تسوي لك ريوق وتسوي لك غدا وتطبخ لك وتربي لك جيل خالي من جميع الشوائب المجتمعية، بالتالي المرأة راح يكون مصيرها الاضطراب اللي هي بتحسن 20 و25 و30 سنة إلى متى. فإحنا صراحة نطالب كمدافعين عن حقوق المرأة، نطالب بمراجعة الأعراف القبلية بصراحة. أول فقرة الأعراف القبلية، ما هي الأعراف القبلية؟ ممكن بس تعرف لنا الأعراف القبلية اللي دا نشوفها إحنا اليوم البلوغرز الناس المشهورة صارت تخاف لما تشوف حالات قتل تحت مسمى والله جريمة شرف، أب يقتل بنته ويحل محل الله. الله هو الوحيد اللي من اللي إحنا نعرف القانون الكوني اللي يقدر يسحب روحي. آنسة المهذبة، لا تنسين إحنا مجتمع عشائري، مجتمع سودة العادات والتقاليد القبلية، ولا تنسين إنه دور العشيرة بالمجتمع فعال بالأمور السياسية وفعال بالأمور الاقتصادية وفعال بالأمور الاجتماعية، لكن أول وتالي ترجع للاختلافات المجتمعية، ترجع للاختلافات الاجتماعية اللي متكونة بالأسرة. أنت جنابك الكريم ده تقولين ليش قتلها؟ طبعا كثرة الإشاعات، تمام؟ كثرة الإشاعات والنتيجة واحدة أنه هي البنية ذهبت الدار حقها. ناس تقول رادت تنتحر، ناس تقول لأنه هربت، وناس تقول عاشت بأحد الدول مع حبيبها أو عشيقها، وبالتالي أنه البارحة انتشرت وثيقة زواج شرعي للمرحومة طيبة على برامج التواصل الاجتماعي. أكيد جنابك الكريم شفتي وثبت زوجها طلع. المفروض من الأب، احنا لا نقول الله يفرج عنا ولا نقول إن شاء الله ينعدم باللهجة العامية مالتنا، لكن أني الله يكون بعونه رح يكون هو بالسجن، والضمير انه هو قتل بنته. الضمير ما راح يشتغل، الضمير هنا عندهم كنا ضميره يقتل. شلون ربى وكبر؟ يعني هو اصلا الاب قريب للبنت وليس للابن، دائما احنا نقول البنيه متعلقه بابوها. وجنابك الكريم باحد الحلقات قلتي اني متعلقه بوالدي جدا جدا. يعني المفروض من والد الضحيه يستمع لها، يوجهها للطريق الصحيح. طيب خلنا ننتقل الى الزبده والانترمشن المهمه اللي احنا اليوم اساس حلقتنا، هل القانون يحاسب بطريقه عادله من يقوم بقتل المراه بحجه غسل العار؟ هل القانون مع من يقتل المراه بحجه غسل العار ام ضد؟ هذا السؤال بخصوص هذا الموضوع. هناك لغط ست كبير. انغام المحترمه، بخصوص هذا الموضوع أنا ذكرت لك ببداية الحلقة
إذا فاجأ أحد الأشخاص زوجته أو أحد محارمه متلبسة بحالة الزنا بين قوسين تمام؟ نعم راح ينحكم بالحبس لمدة 3 سنوات استنادا لأحكام المادة 409 من قانون العقوبات. لكن إذا بغير هذه الظروف لا يتحاكم وفق أحكام المادة 406 اللي هي القتل العمد. قانون واضح وصريح. لكن احنا صراحة 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 احنا نقول اللي منشئين المحتوى او اللي عندهم اعداد كثيرة من المتابعين من ينشر بوست على فد مادة قانونية وهالمادة بيها فد تضليل بسيط لانه عدم درايته بهذه المادة راح العالم كلها راح تقول انه جرائم غسل الشرف معيبة بالعراق. لكن هي اذا ترجعين حقيقة الواقع مو معيبة. وأنا إذا أقرأ وجهك الطيب عن شنو ده تسألين هل أكو قوانين رادعة لقتل النساء لتعنيف النساء لتعنيف النساء قتل. يعني أستاذ علي إحنا خلينا القتل خلاص ماتت راحت ارتاحت بس اللي ده تتعنف اللي ده يقتلها رجلها اللي ده يقتل بيها رجلها وده يعاقبها يعنفها عنف نفسي ويعنفها عنف جسدي ولا ندخل بالمراحل ومظاهر التعنيف لأن هي كثيرة وصارت بالضبط. بصراحة أشكال وألوان وحتى دا يدخلون ما شاء الله يعني أنظمة جديدة بالتعنيف. فإحنا اليوم خلينا شوية نسوي صحوة إنه شو وقت القانون ينصف المرأة هذا السؤال لأكثر النساء دا تسأله المتعرضات حالات التعنيف الكثيرة الموجودة بالمجتمع العراقي حالات القتل إن كانت تحت حجة مسمى جريمة الشرف أو قتل عشائري وقبلي بتعرف أنت بس القصد إحنا اليوم شو وقت القانون يحمي المرأة ضد التعنيف اللي دا تتعرض له حاليا وحالات التعنيف بدون ذكر هاي الغير المرصودة بحجة وصمة العار غير المرصود احنا بلدنا كله عشرات عيب عيب اذا تسمحي لي جنابك كريم عشرات من الضحايا اسبوعيا اللي تنقتل واللي تنذبح واللي تنسجن واللي تتعذب بسبب هذه الامور. لكن سالتيني ليش القانون ما يحمي النساء اذا تسمحي لي جنابك كريم فضل. واني اتمنى 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 من خلال شاشتكم المحترمه ما تعتبر اساءه او انتقاد انه القانون موجود والقانون احنا نقدر نقول 70% كافي لحماية المرأة لكن يجب على المحاكم المختصة ويجب على مجلس القضاء الأعلى وقضاتنا المؤقرين والمحترمين تجديد العقوبات بالمواد القانونية مثل المادة 413 بالحياة الزوجية هسه يستخدموها بس مو بس من المشاجرات مشاجرة ما بين زوج وزوجته ضربها صار عندها كدمات بالإيد وبالرجل ومنطقة الصدر والرجل عفوا والرقبة والوجه راحت المستشفى حكومي سوت تقرير طبي عقوبة المادة 413 أو 412 حبس من سنة إلى 3 سنوات المعنف من راح يروح له استقدام انه اتطلب حضورك للمحكمة ما راح يتم توقيفه فد عقوبة تأديبية الى قبل الكفالة لانه هذه المادة القانونية تقبل الكفالة بنفس اليوم بنفس يوم ذهابه للمحكمة بعد تدوين اقواله يتكفل. المفروض هذا الشخص اللي عنف زوجته او اخته او والدته او احد محارمه او اي كانت هذا المفروض اني اخليه بالحبس ما يقل عن 20 يوم قبل الكفالة بعدها يتكفل بعدها يصعد المحكمة الجنح. عرفت شلون استاذتنا الفاضلة هذا الشيء ما موجود بمحاكمنا خلاص اطلاقا ما موجود. اما بالنسبة لبقية القوانين احنا نطالب بتشريع نطالب البرلمان ونطالب مجلس القضاء الاعلى نطالب جميع الجهات اللي تأثر على تشريع قانون خاص بحماية المرأة. احنا كمدافعين عن حقوق المرأة دا نطالب لكن دا نتكلم ودا نطالب وهالمطالبات دا تروح سدى. خلنا نحكي على المحتوى الهابط اللي دا ينشر بالفترة الأخيرة من قبل بعض البلوغرات كل الاحترام للناس المحترمة والبلوغرات اللي محترمين المحتوى الرائع والهادف اللي دا ينشروه. اليوم احنا الانفتاح اللي صار اللي هو فجأة خلانا بحالة ريبة وعدم اتزان لا يوجد اتزان. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. المحتوى الهابط أصبح يعم
على المحتوى الهادف. بالضبط. بعض النساء نتمنى اليوم الجهات المختصة، البرلمان، أي جهة حكومية، تصير رقابة على المحتويات اللي دا تنشر بالفترة الأخيرة، ومعاقبة ومحاسبة أي امرأة أو فتاة دا تخل بأدبها وأخلاقها من خلال نشر محتويات غير لائقة لا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بينا إحنا كعراقيين. واجهة مجتمع. بالتالي مجتمع. هذا المحتوى هو اللي خلى أعتقد هاي الحالة تنتشر بالزايد بالمجتمع. طبعاً برامج التواصل الاجتماعي وبالفترة الأخيرة طبعاً وبالحلقات السابقة ذكرتها الجناب الكريم إنه سبب خراب المجتمع سنة 2020 وعفواً 2022 و23 اللي هو برنامج التيك توك. لا تنسين احنا ما ننطي عذر المنشئين المحتوى استاذتنا العزيزه، لان منشئ محتوى يقول لك انا ما عندي لا شغل ولا عمل، من اسوي محتوى اي محتوى يجذب الانظار راح تسعد مشاهداتي، من راح تسعد مشاهداتي راح الشركه مال التيك توك تحقق لي ارباح. انا يعني انا بعض مرات اتصفح بهذا البرنامج القى اشخاص يتكلمون عن الارباح يعني تيك توك، هذا اللي تطلع له باليوم 1000 دولار، هذا اللي تطلع له بالشهر 4000-5000 دولار. خيالي. فهذا صراحة يعني من راح يشوف هيك مادة وهو ما شايفها قبل، عذرا على الكلام، ما شايف هو قبل، ما شايف فلوس، ما لازم دولارات بإيده، من شاف هاي الدولارات بإيده راح يحير شي يسوي أمام سيستعرض. بالضبط. يستعرض بالضبط. حتى يتجاوز كل شيء بالضبط. في سبيل المادة. أنت جنابك كريم ذكرتي قبل شوية دا تقولين أكو ناس شخصيات دا تنشر محتوى هادف. صح. أنا هسه من الناس مرات أقول بيني وبين نفسي أنا دا أنشر توعية قانونية مجتمعية، سواء كانوا شباب أو بنات، ليش مشاهداتي مدى تصعد؟ يعني أقوى مشاهدة عندي خلال أسبوع يمكن 18-20K. فكيف ما أنا أشوف منشئين المحتوى الهابط جدا، احترامي لجنابكم الكريم وللمشاهد، خلال ساعة حقق مشاهدات 500K 1000K، يعني فد أرقام جدا جدا خيالية. بالإضافة إلى أنه وزارة الداخلية لجنة المحتوى الهابط بقيادة الأستاذ سعد معن، كل الاحترام والتقدير الجناب الكريم، نسمع أكو فد جهود مبذولة جهود قبل يومين ثلاثة، عدة شخصيات عوقبت، بعض النساء للأسف. يعني بصراحة فرحة، احنا هذه فرحة. احنا مشكلة، عندنا مشكلة، المشكلة البرنامج التواصل الاجتماعي يا أخي العزيز يا أختي العزيزة، هذا البرنامج مو فقط أبناء بلدك دي يتابعونك من جميع الدول. طيب أنت راح تترك انطباع إذا كان المحتوى مالتك هادف وجميل ومفيد كصحة كقانون كفن، أنت راح تفيد الوطن العربي كله مو بس العراق. أما إذا كان المحتوى هابط جدا، مثل احترام جنابك الكريم، بعض البلوغرات أو بعض النساء اللي يطلعن، عذرا على كلامي، يطلعن يتمرقصن ويطلعن يستعرضن بأجسامهن، أنت راح تخلي مو بس هذا التجاوزات اللي دا تصير. هي تنطي نصيحة للمرأة انه هي تعرف الرجل، بخصوص الرجل، بخصوص اساليب الحياة اللي هي تستخدمها. بالضبط. يعني بصراحة هي تقشعر البدن، يعني انت استخدام كلمات نابية. بالضبط. سب، شتم، كلمات يعني اقولها معقولة خالية هاي امرأة عن الحياة. لا، هاي معقولة هاي فتاة او امرأة. بالضبط. هاي شنو خالي عن الحياة، تربية جاية، خالي عن تقاليد مجتمعنا العراقي. اطفالنا اللي هم هسه اغلبيه الاطفال قاعدين بالتكتوك. ماكو رقابه اطلاقا. احنا هاي الرقابه، اذا تسمحي جنابك كريم، هاي الرقابه احنا ناشد هيئه الاعلام والاتصالات. والله هيئه الاعلام والاتصالات صراحة الجهات الحكوميه، البرلمان. احنا ناشدنا مسبقا، ناشدنا هواي، لكن مناشداتنا ذهبت لا شيء. احنا ما عندنا حل وسط، حرية المرأة بدون قيود، حرية بدون عادات وتقاليد. احنا ما نقول لك احنا اذا حرية المرأة، احترامي لاخواتنا وبناتنا، اذا حرية المرأة تقاس بالمحتويات الهابطة اللي برامج التواصل الاجتماعي، اذا ماكو حرية للمرأة. طيب خلينا نتكلم على هل نحتاج الى تظاهرات ومناشدات ووقفة ضد أو لكي تفعل المؤسسات الحكومية دورها لتقليل من قتل النساء. احنا طبعا أنا أشجع على هذا الشيء، أنا مو احتجاجات، لأنه كلمة احتجاجات صار رأي عام.
هاي القضية تصرف بالضبط. أتمنى كلمة احتجاجات احنا ما نريد نطرحها من خلال شاشتكم المحترمة، لأنه شويتي. كلمة احتجاجات شوي بها نوع من التحريض. احنا نطالب منظمات المجتمع المدني كافة بوقفة أمام الجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع، إن كانت وزارة الداخلية، إن كان برلمان، إن كان هيئة اتصالات وإعلام. احنا نطالبها بتنديدهم بوقف المحتويات الهابطة، نطالبهم بتشريع قانون يحمي الصغير ويحمي الكبير. احنا هذه المطالبات اللي نريدها، وأنا صراحة أيد على هذا الشيء. جنابك كريم طرحتي هالموضوع، هذا موضوع جدا موفق، وأنا أيد عليه وأيد عليه وأيد عليه للمرة الثالثة. لكن احنا ما نقول انه اطلع وكسر وسوي، لا. الباحة كانت وقفة جدا بسيطة، اذا شفتيها جنابك كريم وقناتكم المحترمة كانت حاضرة طبعا بالوقفة، وقفة سلمية جدا، سلمية من فتيات صغيرات بالسن، يعني أكثر بنية عفوا أو أكبر بنية ما راح تتجاوز 35 سنة، وقفوا بلافتات جدا معبرة وحلوة لا لقتل النساء. نطالب بإلغاء المادة 409. طبعا أنا كان إلي دور قانوني بهذه الوقفة. احنا نطالب مثل هكذا وقفات، نطالب جميع منظمات المجتمع المدني، ليس منظمات المرأة فقط، لا، كل منظمات المجتمع المدني، الخروج إلى الشوارع أو الخروج إلى المنظمات اللي هي عفوا الجهات اللي هي المعنية بوقفة لا أكثر ولا أقل. أستاذ علي الجريصي المحامي العزيز، أكيد على قلوبنا، شكرا جزيلا، وكلش فرحت التقيت بيك، ونحن كنا بحاجتك، يعني بخاصة بهيجي موضوع وبهاي الحالة الخطيرة جدا على المجتمع. برسم الخدمة، شكرا على رأسي أستاذ، نلتقي بيك إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل إلى تقرير عد إلى أكيد زميلي علي خشان. شهدت بالآونة الأخيرة حالات تعنيف تمارس ضد النساء أخرى المدونة والناشطة على موقع التواصل الاجتماعي طيبة العلي، التي قتلت على يد والدها، أمر دفع عدد من النساء بالخروج بوقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الحماية للمرأة العراقية وإنصافها بالمجتمع العراقي. زميلي علي تفضل. أكيد لك الجو. أثارت حادثة مقتل المدونة والناشطة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي طيبة العلي على يد والدها بمحافظة الديوانية جنوبي العراق موجة غضب بنفوس الكثير من النساء، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية من قبل عدد من النساء للمطالبة بإيقاف القتل والتعنيف الذي باتت تعاني منه الكثيرات، والمضي بتشريع قوانين تحمي هذه الشريحة. طيبة انقتلت بسبب القوانين الضعيفة. أكيد القوانين مو منصفة بحق المرأة، لأنه القانون مثل ما ذكرت حضرتك مو منصف للمرأة، والشخص اللي يقتل أخته أو بنته أو أي بنية داخل عائلته يدخل سجن ما يتجاوز 6 أشهر ويطلع، لأنه القبيلة أو العشرة لها تأثير كلش كبير على القانون. ماكو قوانين تصفها، ماكو قوانين تحميها، يعني واحد يقتل أخته بحجة غسل العار و3 أشهر ويطلع، زين مو هي همينة إنسان ومن حقها تقرر مصيرها حالها حالك. نطالب بإلغاء المادة 409 واستبدالها بمادة 406 وعدم تعنيف النساء والاستخفاف بهن، لأنهن نصف المجتمع. طيبة وغيرها وغيرها هواية ويومية دا يصير بالآلاف الحالات القتل والجرائم غسل العار وعدم التوقف، يستخفون بها هواي بالشوارع بكل الأماكن، ما حد يصدقها، ما حد هاي، ما حد يسوي أي شيء إلها، كلها بس يستخفون بها. تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وعدم وضعها بإطار ضيق يقيد حريتها وحقوقها، وإلغاء مواد قانونية تشجع على قتل النساء بدوافع الشرف، جملة من المطالب تحدثت بها نساء أخريات اللواتي دس الخوف بنفوسهن بسبب الحادثة الأخيرة. طبعا كل امرأة عراقية تسمع بمقتل امرأة ثانية هي تكون مهددة، في يوم من الأيام لابد أن يكون هذا مصيرها بشكل أو بآخر. إحنا كنساء لا نقبل بقتل أو تعنيف أي امرأة عراقية أو أي امرأة في هذا العالم. هذا الشيء مس الإنسانية ومس ضمائرنا، إحنا كنساء لا نقبل في قتلنا وتعذيبنا أو أي شيء من هذا القبيل. القوانين أول شيء لازم يتم تفعيل قانون العنف الأسري اللي صار أكثر من سنة يمرر لكن ما يشرع هذا القانون، وثانيا تلغي المواد القانونية السامة اللي هي 409
القانون اللي يسمح بقتل النساء وتخفيف العقوبة للمجرم تحت البواعث الشريفة، وقانون 128 وقانون 41، هي هاي القوانين السامة اللي تسمح بقتل وتعذيب النساء لمجرد أنهن نساء. حادثة مقتل طيبة أصبحت رأي عام لم يقتصر على النساء فقط، كيف لا وأن المجتمع لم يتحقق نصابه الكامل من دون المرأة، فلذا وبحسب معنيين يوجب على الجهات الحكومية بحمايتها ودعمها بدلا من قتلها وسلب حقوقها وحريتها. قتل واغتصاب واضطهاد وتحرش وتنمر، هذا ما تعانيه أغلب النساء داخل البلاد، أمر بات يتطلب بحسب معنيين إلى تفعيل قوانين وتشريع قوانين أخرى من شأنها حماية النساء داخل العراق لتحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة. دي برنامج مورنينج لايف، علي خشان. يعطيك العافية أكيد علي على هذا الاستطلاع وهذا التقرير الوافي والكافي. لا شرف في جرائم المرأة، ورح أبلش أكيد بالمحور الآخر اللي رح نتداوله مع إحدى الضيفات ناشطة في منظمة حرية المرأة. هل المرأة يجب أن تدفع الثمن إذا كانت خارج وصاية ورعاية أهلها؟ كيف يمكن الوصول إلى حقوق المرأة؟ حقوق المرأة هل يمكن أن تعطى بدون مطالبات؟ هناك قوانين سامة يجب التعديل عليها، لأن بالأخير المرأة هي روح وهي نصف المجتمع العراقي. أكيد ويانا الضيفة روزة الحميد ناشطة في منظمة حقوق المرأة، رح ندخل وياها بكثير ونتحاور وياها بكثير من المحاور التي تخص حقوق المرأة. قانون وضع قانون يردع التعنيف ضد المرأة، بالفترة الأخيرة حالات كثيرة نشوفها بالمجتمع العراقي، لكن للأسف الشديد نسمع أن هناك قوانين لكن غير مطبقة بأرض الواقع. أهلا وسهلا بك روزا، تفضلي. روزا الحميد ناشطة في منظمة حقوق المرأة، أكيد منظمة سوري حرية المرأة، أعتذر جدا. اهلا وسهلا بيك، نورتي الشاشه السمريه مورنينج لايف. تسلمين. اول شيء نتحمد على نفسنا بالسلامه بسبب الزلزال البارحه اللي صار 7.8، يعني يمكن الكثير عانى من اللي اكيد ساكنين بالمباني العموديه، ونعزي انفسنا كامراه ذهبت وماتت وقتلت بيد والدها تحت مسمى جريمة الشرق. كيف يمكن الوصول إلى حقوق المرأة؟ شنو الحل برأيك؟ حقوق المرأة نوصل لها أو ناخذها من خلال قوانين، هذه القوانين ما موجودة حاليا بالدستور العراقي. الدستور العراقي يحوي قوانين ضد النساء، بالعكس مو إياها، لأنه مثلا المادة 409 هي بالأصل عرف عشائري، واللي انقتلت طيبة العلي بالديوانية على يد والدها بسببها، هذه بالأصل المادة هي عرف عشائري، لكن تأثير العرف العشائري على القانون خلاه ياخذ بهاي المادة ويسويها ضمن القانون العراقي. أكيد احنا ضدها وناخذ حقوق المرأة من خلال القوانين اللي نحصل عليها من خلال نضالاتنا ووقفاتنا اللي نسويها، مثل ما سوينا البارحة احتجاج. كم عدد الاحتجاج كان؟ كم الأعضاء المشاركين بالاحتجاج؟ منظمات مجتمع مدني أغلبها. يعني تجاوزوا 500؟ لا أقل. انخذلنا جدا بالأعداد للأسف، بس احنا نقدر انه مو كل البنات يقدرون يطلعون من البيت ويشاركون، يعني بسبب نظرة المجتمع بسبب نظرة المجتمع. نعم، واذا اردنا نقيس التفاعل على موضوع طيبة فنروح لمواقع التواصل الاجتماعي، لانه هناك البنات يقدرون يعبرون عن ارائهم بحرية. من خلال هاي الاحتجاجات احنا دائما نبحث عن الاحتجاجات والتظاهرات السلمية حتى نعكس ثقافة المجتمع، انه اليوم احنا نتمنى هذه القضية تصبح رأي عام حتى العالم كلها تخاف على بناتها والنساء تخاف على أنفسها من خلال حريتهم ومن خلال حقوقهم، وأهم شيء نردع القوانين اللي ما تدعم التعنيف ضد المرأة، اللي نشوف حالات كثيرة جدا من حالات التعنيف الموجودة بالمجتمع العراقي غير مسجلة، عفوا المسجلة هاي واضحة
لكن غير المسجلة الخوف من نظرة المجتمع ووصمة العار. فبرأيك لماذا لا يحاسب القانون على من يقوم بالقتل والتعنيف بحجة غسل العار؟ لأنه ببساطة ماكو قانون عنف أسري، والسبب من الأسباب أيضا أنه ما معتبرين المرأة إنسان حالها حال الرجل. يعني إذا معتبريها تابعة للرجل، شيء تابع مو إنسان كامل الأهلية. يعني إذا انقتل رجل بنفس الطريقة وزوجته قتلته، يعني القانون مباشرة راح يعدمها. بينما إذا الرجل قتل أي فتاة داخل عائلته يعتبرها من وجهة نظر العشائرية شرفة، فيدخل حسب المادة 409 اللي تتساهل مع قتلة النساء، يدخل بالزايد 6 أشهر ويطلع. لذلك الناس استسهلت الموضوع كلش. منظمة حرية المرأة الخاصة بحضرتكم كم عدد الأعضاء اللي بيها؟ يعني نوعا ما يعني كثير، أكثر من 95 موظف. 95 موظف. شنو الأعمال الرائدة اللي تسووها؟ شنو اللي قدمتوا؟ منظمة حرية المرأة هي حركة نسوية. الحملات اللي قمتوا بها؟ نعم، من 2003 احنا ننظم حملات، يعني قبل لا أكون أنا موجودة بالمنظمة أصلاً. ننظم حملات احتجاجية وتضامنية، احتجاجية ضد قتل النساء أو ضد أي شيء يمس كرامتهم، وتضامنية مع أي شيء يكون مع النساء. حلو. نظمنا هواية وقفات وقدمنا هواية مقترحات عن قانون العنف الأسري، لكن لحد الآن ماكو أي رد من الحكومة ولا أي اهتمام. عندي سؤال، ليش اليوم المرأة تدفع الثمن إذا كانت خارج وصاية أهلها؟ بسبب النظرة العشائرية اللي تقول للمرأة أنت تابعة للرجل، أنت مو من حقك تطلعين وتمارسين حياتك وحقوقك البديهية. يعني مثلا مرأة تطلع تنزع حجابها اللي هي مجبورة عليها ومفروض عليها، مجرد مارست حق بديهي جدا بسيط تنقتل على يد عشيرتها. ليش؟ لأنه أنت خالفتي قوانين العشيرة. طيب شنو الحل برأيك؟ الحل هو وجود قوانين تحمي النساء وإلغاء القوانين اللي تقف بالضد من النساء. مثلا تشريع قانون العنف الأسري هذا كلش راح يفيدنا كنساء معنفات، وإلغاء المادة 409 اللي تتساهل مع قتلة النساء، وأيضا إلغاء المادة 41 اللي من خلالها يحق للزوج تأديب زوجته. القوانين السامة اللي دنا نسمع عليها بالقضاء العراقي كقوانين عراقية جتشي من أعراف عشائرية أو مجتمع شرقي رجولي مهيمن تحكم العادات والأعراف، برأيك اليوم شلون نقدر نلغي هذه القوانين السامة اللي ذكرتها أكيد إحدى المتحدثات بتقرير زميلي علي خشان إذا سمعتي؟ أكيد ما راح يطولنا إياها كهدية أو منحة، لأنه السلطة الحاكمة هي أغلبها متكونة من أشخاص عشائريين، فأكيد ما راح يقدمونا إياها على طبق من ذهب. نقدر نحصلها من خلال نضالاتنا ومظاهراتنا واحتجاجاتنا اللي لازم تكون مستمرة لحد ما نحصل هذا الشيء. طيب حقوق المرأة هل يمكن أن تعطى بدون مطالبات؟ قبل شوي ذكرتي أنه إحنا ما رح نأخذ شيء إذا ما ننطش شيء بالمقابل، يعني شنو المطالبات اللي ممكن نقدم؟ مثل ما ذكرت لك قبل شوية، إحنا ببساطة ما طالبين أشياء مو منطقية، بس نطالب بقوانين تحمينا كنساء، ونطالب بإلغاء القوانين اللي توقف ضدنا. طيب ما يحدث من قتل للفتاة بين فترة وأخرى، من يتحمل مسؤوليتها برأيك؟ الدولة بالدرجة الأولى، لأنه الدولة عندها إهمال كبير جدا تجاه النساء، وأيضا الأهل والمجتمع بالدرجة الثانية. شنو رأيك بمحتويات الهابطة اللي نشوفها بالفترة الأخيرة من أحد النساء ومن أحد الشيميل اللي هم الرجال المتحولين إلى نساء ينشرون محتويات هابطة عراقية بصراحة نوعا ما دتعم على النساء الموجودين أكيد بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هو بالبداية الكل بشر بغض النظر عن جنسهم. هو المعيار شنو؟ لا واقع حال هذا مو بغض النظر عن جنسهم، المعيار اللي الدولة مخليته واللي راح نحدد من خلاله هذا محتوى هابط أو لا شنو. يعني أغلب الأعين أو الأنظار راح تتجه بس عن النساء، لأنه من فكرة أو من منطلق أنه أنت مرأة لازم دائما تكونين ضمن المعايير الاجتماعية الموضوعة
وهمين أعتقد راح يصير غض نظر عن الرجال أكثر. يعني لازم المعايير تكون منطقية على مود فعلا المحتوى الهابط عفوا نتخلص منه بمواقع التواصل الاجتماعي. برأيك كنساء احنا بس اليوم انا لازم اسألك حتى اعرف نظرتكم انتم منظمة حرية المرأة. ما هو كيان المرأة؟ شلون اليوم يفهم المجتمع انه المرأة العراقية لها كيانها الخاص؟ هو المجتمع لحد الان ما فاهم انه المرأة لها كيانها الخاص، بس اكيد احنا كنساء لنا كياننا الخاص ونحاول نوصل هاي الفكرة. لكن صعب جدا. احنا اذا حاولنا نوصل فكرة وعارضنا المجتمع احنا نحتاج انه تكون خلفنا قوانين تحمينا. فبوجود قوانين نقدر نعبر على مود نتأكد انه احنا محميين، لكن بالوقت الحالي مو كلش نقدر نعبر عن ذواتنا وانفسنا. شنو رأيك بحالات التعنيف اللي اذا نشوفها بالفترة الاخيرة بالمجتمع العراقي؟ اكيد احنا نوقف ضدها، ومثل ما قلت لك احنا هواي قدمنا مقترحات للدولة. من ضمنها ممكن اسمعها؟ مقترحات جدا طويلة قدمتها منظمة حرية المرأة، تقدر تشوفينها على صفحة المنظمة. قدمتها يعني الدولة. ممكن مقترح تنطينا مهم؟ هو تشريع قانون العنف الأسري وزيادة مثلا الشرطة المجتمعية حاليا إذا تطلب الفتاة النجدة ما راح تقدر تدخل للبيت. فمثلا من ضمن المقترحات اللي قدمناها عن قانون العنف الأسري من حق الشرطة المجتمعية أو النجدة تدخل للبيت على مود تطلع الفتاة، لأنه أنت توقعي فتاة مؤنفة شلون راح تكون حالتها على مود تقدر تطلع للشارع. صحيح. فهو قدمنا مقترحات ونأمل بالفترة الجاية أنه تسمع لنا الدولة. روز الحميد أكيد شكرا جزيلا لوجودك، ونتمنى لكم موفقية أكيد من خلال منظماتكم، ونشوف إن شاء الله مو 95، نشوف أكثر من 950,000 عضو موجود أكيد بمنظمة حماية حرية المرأة. أهلا وسهلا بك، مع السلامة. ننتقل إلى أهم الأخبار الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي. أكيد زميلتي طيبة عامر دائما أخبارها حقيقية واضحة، واليوم راح تسولف لنا أكيد جهزت لنا على الزلزال البارحة اللي شفته أني وشافه أكيد كثير مواطنين العراقيين اللي ساكنين بالمباني العمودية. يمكن كان التأثير أكثر على المباني العمودية من خلال الهزة. وخلينا أكيد نعرف من خلال طيبة أنه ممكن يقال أنه هناك ارتدادات للاهتزازات بالأيام المقبلة. الله يستر أكيد. أهلا وسهلا طيبة، نورتينا. كيف الحال؟ مساء الخير والعافية. يسعد مساءك وصباحك. شلونك؟ الحمد لله إن شاء الله بخير. أنت زين؟ أنا زين. دومك يا ربي بخير وصحة وعافية. مساء الخير والعافية على مشاهدينا ومتابعي برنامج مورنينج لايف. مثل ما عودناكم أكيد نحكي بالأحداث اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة اللي فاتت. نبدأ أحداثنا لهذا اليوم. طبعا حدثنا الأول يقول أوضح قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية صباح اليوم تفاصيل الهزة التي ضربت مناطق في البلاد. مراصدنا الزلزالية سجلت في تمام الساعة 4:15 في فجر اليوم هزة أرضية شديدة ضربت مناطق قرب الحدود التركية العراقية العراقية التركية، مبينا أن هذه الهزة قادمة من زلزال ضرب مناطق تركية سورية قرب الحدود العراقية الذي بلغت قوته 7.8 من مقياس ريختر، وأضاف أهالي مناطق إقليم كردستان وبعض المحافظات العراقية شعروا بالهزة، وتعرضت مناطق في تركيا وسوريا بسبب الزلزال أدى إلى انهيار البنايات السكنية ومقتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 400 شخص في تركيا، فيما أعلنت وزارة الصحة أيضا السورية عن مصرع 287 شخصا وأصاب 639 آخرين بجروح بليغة. طبعا أكيد الرحمة والخلود على ضحايا الزلزال، رحمة الله، وإن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين، وإن شاء الله بردا وسلاما عليهم. تشوفين أنه قوة الزلزال جدا مخيفة وجدا قوية. تخيلي احنا اللي بالعراق يعني بالمحافظات الوسطى حسينا بهزة الزلزال، يعني خاصة بالمباني. البارحة يمكن اني كنت نايمة على الساعة 4 ويمكن شوية وربع 4:15 صحيح.
حسيت يعني البناية تروق يعني مثل ما أعرف يعني طبعا بسوريا وتركيا اهتزاز انهارت أكيد شفت البنايات السكنية شفت لكن يعني نتمنى يعني نقول الله يحفظ العراق الله يحفظ باقي البلدان من الزلازل وهذا أكيد الخبر محزن جدا أكيد. ننتقل للحدث اللي بعده يقول مديرية المرور العامة تقرر فرض غرامة 100,000 دينار على التلاعب أو إخفاء لوحات تسجيل المركبات. طبعا خطوة جدا إيجابية وصحيحة من مديرية المرور العامة. دا نشوف أنه بالفترة الأخيرة كثير من السيارات دا تخفي لوحات أرقام لوحات المركبات. هذه الخطوة تقلل من عمليات القتل والخطف وغيرها كثير لأنه السيارة راح تكون مبينة كاملة مع الأرقام اللوحة. شو رأيك بهذا الخبر؟ يعني هذا الخبر نشوف انه مديرية المرور مديرية المرور بتطور بتطور نشوف اكو فد بصراحة يعني تعب دي يقدموه واعمال وتطوير من ناحية الاشارات من ناحية السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية. هذا بحد ذاته ثقافة للعراق اكيد اكيد ان شاء الله. ننتقل للحدث اللي بعده. تداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس السيد محمد الشياع السوداني يوجه بالمباشرة ببناء 90,000 وحدة سكنية في مدينة الصدر. دا نشوف أنغام إحنا بالفترة الأخيرة شهدت بغداد وباقي المحافظات بكثير مجمعات سكنية وقرر السيد محمد الشياع السوداني ببناء 90,000 وحدة سكنية في مدينة الصدر. طبعا نتمنى أن تكون جاهزة ومتكاملة. صحيح. خلنا نحكي على مدينة الصدر من بناء عشوائي بها اكتظاظ سكاني. نشوف أنه العراق اكتظاظ سكاني لا مو طبيعي بمدينة الصدر. كل الاحترام لهذه المدينة. فممكن أنه ينقذ يعني الزخم والبناء العشوائي الموجود بمدينة الصدر من خلال هذه الوحدات السكنية. أكيد, أكيد. ننتقل للحدث اللي بعده. تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة تسير وتملأ الطريق بالإسمنت على جسر ساحة السعد في مدينة في محافظة البصرة. خلينا نشوف الفيديو. خلينا نحكي عن هذا الموضوع يعني بصراحة يعني طبعا بالبداية خلينا نشكر بالضبط اي حتى صاحب الفيديو لحد ما يوصل خلصان الاسمنت خلصان الاسمنت. طيب يعني ما اعرف انغام الرقابة يعني وين عن هذا الموضوع؟ مو بس الرقابة دا نشوف انه حتى سيارات النفايات العفو هي يعني هم خالية من المعايير اللي ممكن مثلا يعني تحمي البيئة من التلوث. خالية يعني نشوفها هذه مو مضبوط يعني الهوك هي المفروض تتغطى يعني حسب شوفي الكمية اللي إذا تنزل هذه حتى يعني تسبب كوارث أو حوادث لأنه هذه المادة أكيد راح تجمد على الشارع راح تصير بها مطبات بالإضافة أنه هو خط سريع راح تسبب كارثة وحوادث. يعني نتمنى أنه تكون أكو رقابة جهات مختصة تكون حد من هذه الظواهر أو حتى هو صاحب السيارة المفروض أنه يغطيها حتى لا تسقط البقايا بالشارع. ننتقل للحدث اللي بعده. رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني يكرم مدرب منتخبنا الوطني كاساس بمبلغ 50,000 دولار ومساعديه كل واحد بيهم بمبلغ 25,000 دولار. طبعا حتى بمناسبة فوز أو حصولهم على خليج 25 في البصرة. حلو. ننتقل للحدث اللي بعده. مفاجأة لم تتوقعها نادي نجيم أثناء احتفالها بعيد ميلادها عندما عرض عليها حبيبها الزواج وسط تصفيق الحاضرين. نادين في أول ظهور لها بعد الحفلة شاركت صورة أو فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص. كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب وقلت نعم. خلينا نشوف الفيديو. ايه
تتحقق. وننتقل للحدث اللي بعده. الانتربول يلاحق مديرة مدرسة في سنغافورة لسماحها لطلاب الثانوية بالغش مقابل مبالغ مالية. طبعا هنا مديرة المدرسة حبت تستفاد من الطلاب تاخذ من عندهم مبالغ مالية، يعني سوت بالضبط وتسمح لهم بالغش. ننتقل للحدث اللي بعده. فتاة كندية تربح 48 مليون دولار كندي مما يعادل 36 مليون دولار أمريكي بعد شرائها أول تذكرة الحظ يا نصيب في حياتها. طبعا هذه الفتاة الكندية أول مرة تجرب هذه البطاقة، لكن هنا الحظ كان محالفها وربحت 48 مليون دولار كندي، يعني بالعملة الدولار تصير 36 مليون دولار. ننتقل للحدث اللي بعده. بريطاني يعرض منزله للبيع لعلاج كلبه المصاب بمرض في القلب. الحدث اللي بعده يقول دموعها شوية عطيتينا مجال نعلق على 36 مليون دولار. يلا 36 علقي لي. والله أنا الصراحة ما عندي ما عندي كومنت، يعني أتمنى أنه بعدني أفكر بالمبلغ. حتى الكادر يعني المصورين شو 36 مليون دولار. هاي جائزة صراحة، هاي جائزة مو محظوظة، هاي الحظ مفول عندها. شوف هي الحدث كان يقول بصراحة بجمن مصبحة، يعني هاي أمها دعيت لها ما أدري والله ما أعرف دعوة. هاي أول مرة وهي ما مقتنعة صراحة. دايركت الدعوة. لا هي تقول أنا أول مرة اشتريتها وما مقتنعة إنه الحظ راح يحالفني، لكن هنا أنا الحظ صدمها وصدمنا إحنا. بس مبروك عليها 36 مليون، إيش رأيكم؟ أوكي. ننتقل للحدث اللي بعده. دموعها أثارت غضب في البلاد، تصرف صادم من صاحب سيارة فاخرة اتجاه عاملة محطة وقود في الصين. خلينا نشوف الفيديو سوا. بعدني أصلا ما أسمع الخبر، دايم ركزة بال 36. شوف التصرف. يعني شوفي قلتي قبل شوي علاقتي كان ماكو صوت، عيدي تعليق. نقول انه هيك شخص ما يستحق هيك الرد عليه، يعني هي لا مو ما يستحق بالاخير، هو شيء احترام المهنه. بلس شوفي بالعراق انا كلش حابه موضوع انه فقط النساء ما يقدرون ينزلون يحطون بنزين. اليوم الرجل اي رجل بالعراق يعني يحترم الشخص اللي يعمل بمحطه الوقود، بالتالي هو يروح يأمن سيارته بالوقود، هذا احترام. أكيد. أوكي. اليوم إحنا العامل بمحطة الوقود إلى كل الاحترام. بلد متطور. واقف بالحر، واقف بالبرد، وده يأمن النظام والأمن اللي موجودة بمحطة الوقود. فاليوم إحنا يعني نتمنى إنه حتى بالعراق يستمر هذا الموضوع، إن الرجل هو ينزل يعني يحط الوقود لسيارته. بس المرأة احترام للمرأة. احترام للمرأة عندنا إنه الرجل هو اللي بالمحطة يعبي لها السيارة، وبالتالي مو أي أحد راكب سيارة لكجري فارهة. أوكي. أشوف الناس أصغر من عندي. صحيح. وأكيد نختم أحداثنا مع أندرو. أعلن من زنزانته أنه سيتبرع بمئة مليون دولار للمساهمة في حماية الرجال من الظلم. طبعا أندرو شخصية مشهورة وهو ملاكم الكيك بوكسينج سابقا وأخذ بطولات فيها، وأعلن دخوله إلى الإسلام. كتب وصية وذكر فيها أنه سيتبرع بمئة مليون دولار لكي يحمي الرجال من الظلم والاتهامات الباطلة.
نختم أحداثنا لهذا اليوم، أتمنى استمتعتوا بأحداثنا، نهاركم سعيد إن شاء الله. يعطيك العافية أكيد، وشكرا على الأخبار الجميلة مثلك، وأكيد أشوفك الأسبوع القادم إن شاء الله. رح بلش بلسان. شكرا جزيلا. ننتقل إلى كيف اكتشاف واستثمار مواهب الأطفال من الصغر، كيف يمكن أو هل يوجد عمر محدد لكشف المواهب؟ هناك مواهب كثيرة بصراحة. بدنا نشوف، سابقا كان هناك لجان تسوي حملات تفتيشية على المواهب الموجودة عند الأطفال لغاية تطويرها، لكن سؤالنا أكيد الأستاذ هيثم عبود تربوي وباحث اجتماعي، هل موجودة بعدها هذه اللجان اللي تبحث عن مواهب الأطفال من أجل التطوير أكيد وتطوير المجتمع العراقي؟ أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم عبود تربوي وباحث اجتماعي، نورتنا. كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. عليكم السلام والرحمة. اكتشاف واستثمار مواهب الأطفال من الصغر، نشوف نوعا ما هناك غواش غير واضحة. سابقا كان هناك لجان تفتيشية بالمدارس تبحث عن المواهب لتطويرها، الكاراتيه وكرة القدم وكرة السلة وغيرها من الألعاب اللي ممكن الطفل، الغناء، إلقاء الشعر، القراءة، تجويد القرآن، كثير من المواهب كنا نشوفها سابقا، الرسم ما ننسى الأهم يمكن من المواهب الحلوة اللي ممكن انه الشخص يعني يسلط الضوء عليه هو الرسم. حاليا ما نشوف انه هناك لجان تفتيشية مثل السابق تكتشف مواهب الأطفال، دائما نشوف التركيز على المدارس الخاصة اللي تاخذ فلوس هواية، تاخذ فلوس هواية من اجل التركيز على مواهب الأطفال. تمام، تحية لحضرتك وللجمهور السومرية، ومثل ما عودتنا دائما السومرية لطرح المواضيع المهمة جدا، وموضوع اكتشاف المواهب وتنميتها وبنائها وتطويرها موضوع كلش مهم وحقيقة يحتاج إلى حلقات. فموضوع الموهبة موضوع حقيقة اختلفوا طبعا في تفسيرها وتعريفها بشكل دقيق، لأن هي أولاً هي هبة من الله سبحانه وتعالى، فلا يد للإنسان في صنعها أكيد. لذلك المواهب هي أكيد قدرات فطرية داخل كل إنسان، وماكو إنسان يعني انولد بدون موهبة، هاي حقيقة توصلوا لها طبعاً العلماء، أنه كل إنسان في فطرته السليمة هنالك موهبة وهنالك قدرة وتميز في جانب معين يختلف به عن أقرانه الباقين. ولذلك هنالك مسؤولية كبيرة مثل ما تفضلتي على المسؤولين، أولا الدولة في استخراج هذه المواهب، لأن احنا المشكلة ندفن المواهب وليس ننمي المواهب. المواهب تبدي من عمر سنتين لكن لدى كل طفل يعني، وهنالك مسؤولية كذلك على الأسرة وكذلك على المدرسة. هذه المسؤولية أكيد تقسم من جانب إلى آخر، والجانب الأكبر أو المسؤولية الأعظم تقع على مسؤولية العائلة، مسؤولية أولياء الأمور في اكتشاف موهبة أطفالهم. لذلك احنا دائما نوصي أولياء الأمور مثلا أنه البس النظارة الصح، يعني باوع على طفلك بالمنظار الصحيح العلمي، من مدى ما كانوا الأولياء الأمور مثقفين موهوبين أيضا هم في داخلهم راح يكتشفون موهبة أطفالهم، مدى ما كانوا متعلمين. فلهذا نلاحظ إحنا مجتمعات متميزة بكثرة المواهب وكثرة العلماء وكثرة ومجتمعات لا. فالحمد لله إحنا ك يعني عراق سليل الحضارة وسليل الـ هذا التاريخ العظيم، أكيد شعبنا يتمتع بهذه المواهب، ولكن تشوفينه متميزين متى ما توفرت لهم البيئة الصحية. ولكن احنا مع الأسف في مجتمعاتنا نقتل هذه المواهب. حلو، خلنا نركز على كلمة نقتل. نعم. أوكي. أستاذ هيثم، القتل شنو معناتها؟ قتل الموهبة عند الطفل. هناك تعنيف يبدر من قبل الأم والأب من أجل الأكل ومن أجل الدراسة، ادرس أكل، لا تطلع، لا تختلط، تعنيف من داعي الحب. تمام. الحب المفرط والحرص المفرط يؤدي إلى قتل الموهبة عند الطفل وكره الطفل لأهله. صحيح. بصراحة خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. هذا طبعا جانب كل شيء، يعني هو احنا مشكلة هسه أي ولي أمر من تسأله تقول له بيش يتميز ابنك، أتحدى يمكن يعني الكثيرين من يقول يتميز مثلا
بميزة أو ميزتين أو موهبة أو ميزتين. دائما وين أركز؟ أركز على الجانب السلبي، وكح، يتعارك، يصيح، يتنمر، يشقق الأوراق، ما يحضر، ما يدرس، يطلع مثلا. هذا الجانب اللي هو احنا دائما نركز على الجانب السلبي. احنا اكو سلوكيات، يعني اذا يعني تسمحي لي، اخر ما يعني الدراسات اللي النفسيه اللي هي موضوع مهم اللي هو التركيز على مراكز القوه لدى كل طفل. يعني شلون مراكز القوه؟ هنالك 10 سلوكيات اذا نقدر احنا نساعد اولياء الامور، واتمنى يسمعونا الان، انه 10 سلوكيات هنالك لدى كل طفل، وهي موجوده بكل طفل، انه راح نشوف الطفل انه بيش راح يتميز. بوكان مركز على الجانب السلبي. طبعا السلوكيات هي يعني هي موجوده ضمن هذا الرسم العلمي اللي هو الطفل اما يعني يكون يعني يتميز وحده من هذه السلوكيات العشره. هاي السلوكيات نعم، انه مثلا الطفل تلقينا احنا نقول دائما اطلقوا الحريه لدى اطفالكم، خلوهم يلعبون، شوفوا وين راح يتميز، شوفوا وين راح يكون زين. كل طفل انا متاكد انه مثلا لو نجي مثلا القطه المستكشفه، كل طفل راح دائما تشوفيني عنده دافع الاستكشاف، استكشاف يريد يسأل، فضول. اعطيه جهاز مو اشكال هسه، اعطيه لابتوب يفسخه مثلا زين، خليه يتعلم، هو يريد يتعلم، يريد يكتشف زين. احنا نقول له لا، هذا شنو نعتبره شنو؟ هذا مخرب، لا تخلونه يلزم مثلا الشغله الفلانيه حرفيا زين. صحيح. فذلك احنا عندنا اطفال، بعض الاطفال لا، مثلا تلقين الكنغر المسؤول هذا تعتمدين عليه. اكو اطفال هسه اكيد يمكن اذا تحس شخصيه قويه ومسؤوله، طفل تشوفينه تعتمدين عليه. سبحان الله. زين مو صحيح؟ تعرفينه بالبيت تجين تقولي دباك على اخوانك مثلا، بالك على كذا البيت ما ادري شلون، تلقين هذا مسؤول. هذول هاي مواهب المفروض ننميها. تلقين مثلا نحن نقول الاسد الواثق، هذا اللي يفشل وثقه بنفسه، قيادي ريادي. صحيح. دائما تلقينه دائما زين يفشل بس يرجع يجرب ويرجع يجرب. ممكن انه سابقا كان قدوه الصف، قدوه عند اسرار اذا تتذكر، حاليا قدوه الصف للاسف ما يخاف دائما يشيث، ومثلا جسمه من يعرف حتى اذا ما يعرف يرفع ايده. احنا نقول مرات زين عندك مثلا النمله المنجزه، هذا مثلا النمله المنجزه طبعا المناسبه هذا هذا من معهد جلوبال العالمي لاستكشاف المواهب. حلو. هذا يعني مو حكي علمي ما نقول، ان شاء الله نستفاد من عنده. النمله المنجزه شنو؟ النمله المنجزه تلقينها هذا يعني دائما عنده نفس طويل لانجاز العمل، ما يمل، صبر عنده قوه تحمل وصبر في سبيل انجاز اعماله. زين تلقين عنده مثلا الجرو الصديق، هذا مثلا هذا تلقينه صديق، يعني هذا تشوفين تلعبون يقعون يعوف اللعبه، اجتماعي عنده مهام اجتماعيه. صحيح. يروح اليوغا يداوي يعالجه يقول ايش بيك مثلا. حلو. تلقين مثلا نقول الببغاء الفصيح، هذا الاعلام زين. هذا لا تخافين عليه، هذا تلقينه دائما ممكن اجتماعي، ممكن يقنع الاطفال باللعبه اللي يريدها. صحيح. هذا زين محامي اجتماعي اعلامي زين. احنا مرات نقول حتى ذول اهل المعارض مرات يقنعك بالسياره. اي صحيح. زين ممكن يصير زين. هذا يعني عنده قوه اقناع مو طبيعيه. صحيح. زين عندنا مثلا العنكبوت المخطط، هذا دائما يخطط الامور، شوفينا طفل بس هو هذا الطفل هذا من يقول لك من العباقره او من المواهب العبقريه اللي هو التخطيط، فن التخطيط. التخطيط يشوف اموره مخططه مرتبه دائما، يسالك انت شنو خططك بالمستقبل، شو تريد تصير، يعوفك، يسال يعني يسال اصدقاء، حتى يروح يسال حارس المدرسه مثلا. تلقينا عنده هذا حب التخطيط للمستقبل. صحيح. زين الدولفين العطوف، هذا اللي هو اجتماعي وعطوف على الجميع، هذا هم اجتماعي، تلقينه يرهم بالمواضيع الاجتماعيه، يرهم في انه يكون هسه حتى بالوسائل الاعلام، وسائل السوشيال ميديا تلقينا صاحب حضور دائما زين. فالنحله المنظمه ايضا هذا تلقينه منظم جدا، طفل منظم زين. تلقين انت مثلا تطلع كرتونه الالعاب يخربطونها مثلا اخوانا او اصدقاء، تلقين هو يجي ينظمها، تجي تقول لي رتب لي الكنتور، يرجع يرتب لك هو الكنتور وحده. هذا ما تعبين عليه وتدخلين دورات للتنظيم وللآيتي وغيرها، لا هو منظم، هو يكون جاهز، هو جاهز. المهم هاي احدى طبعا احنا نقول الدراسات الحديثه
لسلوكيات ومعرفة سلوكيات كل طفل. أنا متأكد كل طفل بالبيت. حلوة هاي الدراسات، لكن اليوم المجتمع العراقي يخلو من المدارس الخاصة باكتشاف المواهب. نعم. واليوم أنا عندي طفل موهوب، صح، أدور على مدرسة مثل إحنا نسمع مدرسة الجوليارد اللي هي بفرنسا. نعم. اللي هي عبارة عن باليه، موسيقى، بيانو، مستكشفة للرسم، صح، لكل المواهب. ليش بالعراق تخلو؟ احنا عندنا كمية مدارس كثيرة خاصة، صحيح، هدفها الربح المادي الغالبية. الغالبية، نعم، للأسف الشديد. نعم. المدارس الحكومية غير مهيئة اليوم، والأهل بخوف شديد وحرص على أطفالهم أنه يكتسب تصرفات خاطئة من بعض الأطفال اللي موجودة بالمدارس الخاصة. اليوم المجتمع العراقي يخلو من المدارس الصح. اليوم أنا طفلي أأمن بيه بهذه المدرسة، إذا كان عنده موهبة ينميها، إذا كانت عنده سلوكيات أكو مرشد تربوي يعدل هذه السلوكيات. شنو الحل؟ هو يعني أحدث تعريف للموهبة هو اللي صدرت من قبل التشريع التربوي الأمريكي، اللي يقولوا هم الأشخاص المتفوقين، الأشخاص المتفوقين اللي القادرين على أداء مهامهم بتميز وحرفية. يعني طبعا هو يختلف عن الإبداع، أكيد الإبداع لا، هو يعني مبدع في عمل معين، ولكن هاي الأشخاص المتميزين المبدعين في ومتميزين في أداء مهامهم، هذول لا المدارس العامة لا توفر لهم البيئة الصحية، لذلك دائما أكيد نحتاج إلى مدارس خاصة. المدارس الخاصة هذا بكل دول العالم، احنا بالمناسبة عندنا مدارس المتفوقين ومدارس الموهوبين، ولكن لا يوجد تسليط ضوء عليها. تمام، احنا اتمنى. ومساله القبول صعبه جدا، يعني صعبيها. يعني عاده القبول نسمع من المجلس، مجلس الاداره الخاص بالمدرسه، اداره المدرسه، يعني هناك صعوبه بقبول الطلاب واعطاء فرص للطلاب. خلينا ناخذك الى الشارع العراقي اذا تسمح لي استاذ هيثم، نشوف اكيد مع زميلتي نور الجميلي راي الشارع وراي المجتمع العراقي بكيفيه اكتشاف واستثمار مواهب الأطفال منذ الصغر. تفضلي نور. يسعد مساء كل متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن اكتشاف مواهب الأطفال منذ الصغر وتنميتها وتطورها. خليكم ويانا نشوف آراء الناس في هذا الاستطلاع. من عم راح تاخذ الطفل قدامها، شوف شو يعمل، ايش ده يسوي هذا اللي مواهب. يعني انت كل ما تحسين الطفل صغير شوي شوي سنتين من مدرسة يمكن الى مواهب اكثر ما الام تعربي راح يتعلم، مثل كراسم، كيعزف، كيصبح غير شكل مدرس، يصبح اي شيء. هذا احنا نقول بالوقت، يعني مده ورا مده زمنيا الام راح تشوفه والاب راح يشوفه، فلازم ان يكونون الاب والام يكونون دائما مع الاولاد، دائما يكونون مع جانبهم لي يشوفون هم شنو اللي الطفل محتاجه من عندهم. اولا هي الموهبه قلتيها انت، الموهبة إذا كان هو مثلا كالله قلم أو دفتر يكتب به، فهذا عرفي، لا كاتب لا أديب، لا يطلع شاعر، لا يطلع فنان هاي. أما الموهبة الرياضية للطفل، أو تلقينا مثلا يلعب بيده مثلا، يشمر الطوبة، يركض على الحائط هاي، فأقولي هذا هو عليه رياضي. هاي الموهبة مال الأطفال، إحنا نحاول ننميها إن شاء الله للموهبة. حبيبتي الطفل اللي عنده رسم نساعده نشجعه، الأدوات اللي ريتها نطيه إياها دائماً نعامله بلطف، لأن هو طفل، مو تقولين كبير وهاي، لا نعامله معاملة حلوة ولطيفة ونقول له هاي خوش فكرة كلش حلوة استمر بيها ابني. أنا إذا أشوف عنده ميول مثلاً فني أو أدبي أو رياضي أو علمي ممكن أساعده في هذه الفترة تحديدا، لكن بعدها يصير صعب. لذلك نشوف حتى المدارس في الدول الأوروبية أو اليابان يتركون الأطفال وخالين كاميرات وتاركين عدة ورش ويدخلون الطفل ويروح تلقائيا، هذا اللي يروح على المعدات الصناعية، هذا اللي يروح على معدات كهربائية وهكذا، ويتابعونه بالكاميرات. فممكن أنه نخليه هو يختار وبعدين إحنا ننمي. يعني من هو طفل أركز عليه وعلى وضعه وعلى يعني على شيء دي يطلع من عنده أنميه،
وأفهمه أنه هذا الشيء أطور من عنده أنا. فبالتعاون طبعاً من الأم والأب لهذا الطفل، وأبد ما أخلي إذا عنده فد نشاط معين أدعمه، يعني أكون وياه. الدعم مطلوب للطفل ولازم ما تكون عليه شغلة العصبية. أكثر شيء الرسم، أجيب لها الأدوات مال الرسم، تحب هاي الشغلة. أول شيء شغبط الشغبط، وبعدين ماما تعال شوفيها تعال شوفيها، يعني شوية شوية تتقدم مرحلة ويا مرحلة. من يا عمر تبدي هاي الموهبة؟ من هو أكو أصغر، بس من عمر 5 سنوات 6 سنوات أكثر شيء. وصلنا وياكم لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم لبرنامج مورنينج لايف نور الجمويل. شكرا نور أكيد على هذا الاستطلاع، شفنا كثير من الآراء ما شاء الله عليهم. خلينا نرجع لموضوع تنمية المواهب، يجب أن يكون في مدارس موهوبين أم توجد طرق أخرى؟ هل الموهبة تكون وراثية من أحد الأبوين؟ يعني اليوم أنا أعرف أن أنا عندي موهبة، مثلا أنا مقدمة برامج أو مستكشفة مثل ما ذكرت بهذا الدراسة الجميلة، أرسم، عندي صوت حلو، فيطلع ابني يملك أحد المواهب اللي ذكرتها. ليش اليوم الأب والأم غافلين عن هذه المواهب بتطويرها، أنه ادرس صير دكتور صير مهندس؟ ماذا يفكرون أنه ممكن هذه الموهبة هي اللي طفلهم ينجح بيها أو يصير مشهور أو يطور من ذاته أكثر؟ طبعا هي المواهب، احنا دائما مثل ما تفضلت عندنا مدارس الموجودة المتميزين الموهبين تركز على الجانب الدراسي، الجانب دائما العلمي. إيه دائما، وهذا يعني مش صحيح. صير دكتور صير مهندس، لهذا صير يحتاج إيش؟ مثل ما تفضلتي فرق استكشافية تعرف زين، هذا موجود طبعا في يعني في أغلب دول العالم، هنالك فرق متخصصة من الناس متخصصين فنيين علماء يفترون على المدارس، يعرفون شلون يكتشفون الموهبة، يعرفون وين متميز هذا الطفل. لذلك الموضوع الموهبة ليس فقط في الدراسة وليس في فقط الرياضة والفن، هنالك مواهب عديدة هو يتميز بجانب معين. والموضوع الوراثة طبعا أكيد هو جانب الأكبر، هو يقع في الجينات الوراثية. لذلك أغلب تلقين احنا هسه مثلا نقول مثلا الدكاترة دائما أولادهم دكاترة، شوفين المهندسين كذلك، ولكن ليس هو هذا مو معناته أنه كل الموهبين يولدون موهوبين، بالعكس هناك هواي حالات يعني تخالف هذا الموضوع. إذن هنالك عوامل وراثية وعوامل تخدم. بيئية أي تخدم. تمام، فلذلك بس العوامل البيئية غير مساعدة أستاذ هيثم. تمام يعني. احنا بالنسبة لوضعنا هذا أكيد العوامل، يعني الرسالة إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص المدارس الخاصة بالموهوبين، هناك يوجد تجاهل وإهمال أنه إحنا اليوم المجتمع ب 40 مليون نسمة شخص، وما عدا غير المسجلين الأغلبية يملكون مواهب، يعني إحنا الشعر، إحنا أهل الشعر، إحنا أهل الأصوات الحلوة، إحنا أهل العباقرة، أهل الدكاترة اللي سووا براءات اختراعات كثيرة. يعني ليش اليوم إحنا ما نركز على أطفالنا أو نسوي مدارس بدل هالمدارس الأهلية الهواية اللي أكثر من اللازم، تكون هناك مدارس مميزة تستقبل الأطفال المتميزين الموهوبين؟ إحنا دائما يعني مشكور على هذا السؤال ست نغم، إحنا موضوع التعليم موضوع ذو شجون يعني دائما، فإحنا نتمنى ونوجه تركيز بزاوية معينة، رسالة نوجهها إلى وزارة التربية والآن يعني إن شاء الله هم أتهم خطوات جيدة، إنه إحنا إعادة النظر بالعملية التربوية، وأتمنى مثلا الرجوع إلى خبرائنا بهذا الموضوع. عندنا مثلا الدكتور مسهر الساعدي صاحب كتاب التوقف الزمن التربوي، أتمنى مراجعته مصدر كلش راقي لهذا الموضوع، إنه إحنا الزمن التربوي توقف من الثمانينات العصر السابق. لذلك إحنا هسه الآن الدول أما تعليم قديم اللي هو تعليمنا هذا اللي هو إحنا عبارة عن درجات ونجاح، ونريد الطفل عبارة عن ينجح مو عبارة عن يتعلم. لذلك من يصعد للثاني أو الثالث ما يذكر المادة اللي أخذها ولا يعرف، مجرد درخ وعبارة عن درجات ويفكر شلون ياخذ منهج عسكري يعني. زين هذا الموضوع اختفى الآن التعلم الحديث، تعلم يعني الطرق الجديدة. فرحة لكل المواد يعني المدارس إنه رجوع درس الأخلاقية لطلابنا، اللي إحنا كلنا نشأنا على هذا الدرس وتعلمنا بعض المبادئ والأخلاقيات وكيفية التصرف والاحترام والأدب. اليوم هناك سوء تربية لبعض الأطفال، يعني المجتمع دي
يشكو من سوء التربية الموجودة بسبب حالات التفكك الأسري وحالات الطلاق اللي دائما تنتج عن ضحيتها الثالثة اللي هم الأطفال. والله يعني هي لغة الأرقام مثل ما نقول لا تكذب، يعني من نشوف هسه حالات الطلاق ايش قد بالنسبة لحالات الزواج زين، فشيء يعني كارثي الآن بالمجتمع، هو يعني ضعف المنظومة الأخلاقية اللي تؤدت إلى هذه، من تشوفين سلبيات المجتمع والجرائم والانحلال الأخلاقي، و يعني أدت إلى كل هذه. وبنفس الوقت هذا موضوع يعني هاي مسؤولية الكل، مسؤولية الأب، هل هو قيادي داخل أو هو مجرد يعني تمشية أمور، كذلك المدرسة وكذلك الشارع والدولة، يقع المسؤولية الكبرى على الدولة، مسؤولية كبرى على الإعلام أيضا، يعني برامج تثقيفية توعوية. إحنا دائما نشجع موضوع انه يكون الوالد بما يخص احنا الموهبه، انه يكون الاب هو القيادي اللي هو يكتشف الموهبه، وليس مجرد مجرد ولي امر ويمشي الامور العائله فقط. موضوع الموهبه يعني موضوع كبير، وان شاء الله يعني صحيح. اتمنى انت كفيت ووفيت بصراحه استاذ هيثم عبود، واهلا وسهلا بك، وشكرا جزيلا على المحاور اللي شاركتنا بها، وشكرا على هذا. نتمنى اليوم الدراسه يعني تنتج من اشياء ترفيهيه يخلي الطفل يحب المدرسه ويحب الماده من خلال يعني ضرب امثال تقريبا على الحيوانات، على الالوان، على الورود، على الزهور. بصراحه يعني اكو هواي وسائل، يعني هنا مسؤوليه مثلا من المدرسه زين، وانا ممنون جدا على الاستضافه. عندك اهلا وسهلا، يا مرحبا ستي. ننتقل الى سكايب من بابل. زيد الشوكه صاحب فكره انشاء محميه داخل الكلية، طبعا هذه المحمية طبيعية داخل كلية المستقبل الأهلية، فكرة كلش جديدة وغير مطروقة بصراحة، وأنا كلش فرحانة دا أسمع أنه الكليات الأهلية بتطور، هناك إضافة أقسام، دخول إلى مجالات مهمة، أيضا تضم اسطبل للخيول العربية الأصيلة اللي إحنا نسمع بعض المزارع اللي هي اجتهادات شخصية من بعض التجار أنه عندهم خيول وعندهم هواية خيول. نتمنى اليوم بالعراق نشوف هناك اسطبل نزوره، نتعلم كيفية ركوب الخيل، التعامل مع الخيل. احنا بس نشوفهم بالأفلام، سابقا كان هناك إذا نتذكر أماكن خاصة بنادي الفروسية كان يضم بعض الخيول الأصيلة، لكن اسطبل ومحمية داخل كلية المستقبل الأهلية بصراحة فكرة كلش مبتكرة وحلوة. وما ننسى أنه هناك إضافة إلى أنواع النباتات، ضايفين أنواع من النباتات، تعد هذه المحمية الأولى في العراق على مستوى الجامعات. زيد الشوكة كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، من بابل من كلية المستقبل الأهلية، يعطيك العافية على الفكرة الحلوة هذه. مساء الخير سيد. مساء النور، شو الأخبار؟ شكرا جزيلا. ان شاء الله تمام الحمد لله. دايركت، من هو زيد الشوكه وشلون اجت هذه الفكره الغريبه وخاصه داخل كليه اهليه؟ زيد الشوكه مدرس مساعد بكليه المستقبل الجامعه، مدير اعلام كليه المستقبل ومسؤول. يمكن الصوت اوكي، الانترنت اليوم بسبب ما ننسى أنه هناك امتحانات تحضيرية، فيمكن الساعة 4 تم غلق بعض منافذ الانترنت لمدة 12 ساعة، فنتمنى أنه نرجع نتصل به أكيد بزيد الشوكة حتى نعرف الفكرة إنشاء محمية داخل كلية أهلية خاصة بالخيول الأصيلة. ما ننسى أنه كيفية استحصال هذه الخيول، الفكرة منو اللي أكيد نسقها؟ يعني إحنا نعرف إنه الاسطبل، طريقة عمل الاسطبل تحتاج إلى أماكن خاصة بالخيول، الاهتمام بالخيول، المستلزمات الخاصة بالخيول، أكيد هناك مدربين، أكيد عندنا هواي أسئلة ويا الأستاذ زيد الشوكة بخصوص فكرة إنشاء محمية طبيعية داخل الكلية. نرجع لك زيد.
نعتذر، اعتذري انت وضع الامتحانات بسبب الامتحانات التحضيريه مثل ما شاهدنا ال 12 ساعه قطع. نعم، نرجع نسالك انه شلون سويت هذه المحميه وشلون وفرت المستلزمات الخاصه بالخيول، شلون استحصلت الخيول الاصيله، والاهم من كل هذا يجب ان يكون هناك مدربين خاصين للخيول وهناك طبعا اهتمامات خاصه بالخيول. نعم ست، أنا صارت نجمع الأفكار الفريدة، صارت عندي فكرة أنه إنشاء محمية واسطبل الخيول، لأن شفنا الخيول العربية كلها مهددة للانقراض، مهددة للتهجين بين الخيول العربية الأصيلة بين الخيول الإنجليزية والمستوردة. فجتنا الفكرة، طرحتها على العمادة وعلى الهندسية، وافقوا على الفكرة. حيوانات مصغرة للحفاظ على الخيول وعلى الحيوانات، فوافقت الكلية على هذا الشيء. حلو. وتطورنا بهذا الموضوع، قمنا نستورد خيول يعني عبر تجار مع الخيول، نشتري خيول طبعا. حلو. عندنا حلو. خيول عربية أصيلة، عندنا خيل مهدد بالانقراض اللي هو من الكحيلات العجوز الحليوات، الفحل الوحيد اللي بالعراق يعتبر يعني البالغ، وعندنا كل شواي انواع من الحيوانات بالمحميه. ممكن تكلمنا على هل تساهم هذه المحميه في مكافحه التصحر؟ نعم طبعا تساهم في مكافحه التصحر، لان هي محميه عباره عن محميه نباتات ومحميه حيوانات مزروعه كلها بطرق حديثه بالرش والري بالتنقيط. يعني حتى الجو مال الكليه، الجو مال الطلاب اختلف. طبعا احنا حدائق عندنا بالكليه مستعملين الاشجار النادره، يعني عندي انا اربع انواع مال اشجار ما موجوده بالعراق نهائيا، وعندي نوع مهدد بالانقراض عالميا. حلو. يعني موجوده بالمحميه نباتات قيمه مثل ما ذكرت زيد الشوكر. النباتات. طيب احكي لنا على انواع الخيول الموجوده بالمحميه، شلون استحصلتها؟ مثل ما نعرف انه الخيول الاصيله العربيه تكون مرتفعه الثمن، قيمه جدا. طبعا عندنا مثلا من كحيلات العجوز الحليوات اللي هو حليوان الحصان الادهم، استحصلناه من مدينة العمارة. طبعا هو خيل ما يسحوا له خيل عشائري مسجل واهو محلي. حلو. وبأوراق أصولية وكامل ومسجل بالبيطرة. طبعا هاي من الخيول النادرة جدا بالعراق والأصيلة، يعني يرجع لازم الجاهلية وقبل الجاهلية، ما مهجن. حلو. وعندنا الوذنة، عندنا الوذنة والكحيلات والحمدانية والعبية، كل أنواع الخيول موجودة عندنا، أضافة إلى عندنا غزلان. حلو حلو، فكرة جميلة بصراحة، ويعطيك العافية وكلش شرفتنا، وفكرة جديدة ممكن أنه تضاف إلى كلية المستقبل الأهلية أكيد ببابل الحبيبة. شكرا جزيلا ونورتنا. شكرا جزيلا. ننتقل. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. ننتقل مع الشاعر ياسر التميمي. أكيد دائما مسك الختام مع المواهب الموجودة بالمجتمع العراقي، دائما نركز على النوعية دون الكمية، كمية كثيرة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي. سابقا كانت هناك لجان تعطى كلمة الشاعر لمن يستحقه، خاصة شاعر المنتديات، الشاعر اللي يكون عنده روحية اللي تكون كلمته واضحة وحقيقية، لكن الآن تغلب الكمية على النوعية للأسف الشديد بسبب الانفتاح اللي صار بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد ننتقل إلى الساحة الشعرية مع الشاعر المحترم أكيد ياسر التميمي. أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. إن شاء الله. يسعد مساءك، أهلا وسهلا بك، نورتنا. بسم الله. مساء الخير. مساء الورد عليك. مساء الخير على بيك. كل المشاهدين، مشاهدين قناة السومرية الفضائية، وتحية حب وامتنان إلى شعبنا العراقي الجميل الراقي المحب. الحمد لله على السلامة. البارحة كان زلزال يعني أصاب العراق والمحافظات كاملة، كان يمكن مقياس ريختر 7.8، بحد ذاته هذا يعني وضع كثير من الناس بخوف، وخاصة بالمباني المرتفعة. خلينا نتكلم على بداياتك ياسر التميمي. من ياسر احنا نعرف، شوف
شعراء كثيرين جدا، بس للأسف الشديد الكمية تغلب على النوعية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المحتوى الهابط اللي ينشروه بعض الشعراء للأسف الشديد. اليوم احنا واجبنا وواجب قناة السومرية وشاشة السومرية ومورنينج لايف تسليط الضوء على الساحة الشعرية الحقيقية. أكيد. طبعا بالبداية أنت سألتيني سؤال أنه من هو ياسر التميمي؟ أي. ياسر التميمي شاعر عراقي، بديت مسيرتي تقريبا من عام 2007. كانت بداياتي للشعر عن طريق والدي، كنت صغير يعني. نعم. كان والدي يقتني الكتب الجميلة والمؤثرة لشعراء كبار مثال مظفر النواب وعريان السيد خلاف وكاظم القاطع وأبو معيش، وهاي الأسماء الكبيرة جدا حمهم الله البعض منهم، هم كلهم ماتوا أربعتهم الله يرحمهم. اي صحيح حم الله. قامات شعرية أكيد. كنت عندي فضول للمعرفي، فضول معرفي يعتبر، فأحب أعرف إيش دي يسوي هو. فمرات أخذ الكتاب، مرات أحاول أقرأ، أريد أفتهم شنو الموضوع اللي هذا، حد ما حبيت الموضوع يعني. أحسك اتقنت كل أنواع الشعر. بالضبط. يعني يجب على الشاعر أنه يتقن كل أنواع الشعر حتى أكيد. يصبح شاعر متكامل، رأيك؟ أكيد هو ضروري أنه الشاعر يكون مثقف وملم بكل الأنواع الشعرية ولا سيما الأوزان أو العروض. أكيد يعني لازم تكون عنده ثقافة معرفية بالمجال اللي هو موجود به حتى لا يتعرض ممكن للإحراج أو ممكن للسؤال. اختصيت بلون معين ياسر؟ أنا كتبت كل الألوان الشعرية سواء كان فصيح أو سواء كان شعبي بالبداية، بعدين بالشعبي يعني أتقنت الكثير من الألوان واستحدثت ألوان جديدة يعني كونتها والناس قامت تشتغل عليها اللي هي الأبوذية المشطر، يعني كانت محاولة لاستحداث الأبوذية التقليدية الكلاسيكية فطلعت بها بنتيجة والناس حبتها طبعا، وهواية شعراء كتبوا وراي على النمطية والقالب اللي كتبتها أنا. نسمع شيء احنا نبديها بغزل لأنه هو اليوم اليوم شلعت قلوبنا يعني. اي والله المواضيع كانت هواية، مواضيع يعني متعبة بسبب المجتمع العراقي والحالات اللي نشوفها بالمجتمع العراقي. واجبنا دائما استاذ ياسر انه احنا نحارب هذه الفئة، نحارب الناس، نشرع قوانين مع حقوق المرأة. اليوم المرأة بظلم بصراحة، ضد التعنيف، حالات التعنيف. طيبة العلي رحمه الله اكيد الله يرحمه. فخلينا اكيد نغير المود وياك ان شاء الله. هي قصيدة للمرأة طبعا، نحاول نفتح المود شوية. راح أقرأ لك امرأة من زجاج. امرأة من زجاج حلو. لم تبقى سوى نسمة مراهقة وكأس نبيذ محترق ونفس من سيجارة خاوية، وأعلنك إقليما مستقلا في رأسي، فمنذ ما يقارب شفتاك وأنا على قيد الثمالة، وبعد أن رأيتك شطبت جميع أنفاسي القديمة لأنها غير صالحة للتنفس. كيف تكون الشمس ووجهك حيز التنفيذ؟ الله. لماذا أبحث عن رصاصة للانتحار ولديك رمشا أكثر إجراما من هتلر؟ لماذا لا أحرق روما لتصبح كل الطرق تؤدي إليك؟ وعلى سبيل الذوق اخترتك أنت، أيتها الأنسية الملائكية، أيتها الأنسية الملائكية، أجزم أن بياضك قد كلف الرب سربا من النوارس. أعطني شفتيك ودعيني أكتشف ما في السماء السابعة، أشفق على الشاعر الذي يراك وأنت تبتسمين. القبلة من نحرك أجزم بأنها لا تبطل الوضوء، أزدي الستار عن شعرك لنرى إن كانت قلوبنا لا زالت نافذة للصلاحية. أضحكي لنثبت لبيتهوفن بأنه ليس موسيقار. تمشي ليسجل جينيس بأنك أول غزال لديه قدمان. تنفسي
لنجد حجة لكسر الطواحين. تعالي أو تعالي فبكل الحالتين سأمضي إليك. أكاد لا أصدق نفسي حتى شمس ذلك اليوم الذي تقيتك به كانت وردية. الله، أنت أول امرأة تنافس الزجاج، أنت أول امرأة تنافس الزجاج، أنت أول قمر يطل من الأرض، وأول عين تقارن بالمحيط الهادئ. الله، أحبك من الجلاد إلى الغلاف، من ذرك إلى برزخك. منذ أن كان والدي يحملني بصلبه في المعركة، منذ أن كنت أمنية لأمك التي سئمت من إنجاب الذكور، منذ أن كنا طيور. الله صح لسانك. هواي نشوف شعراء مظلومين إعلاميا، شنو السبب برأيك؟ هل بسبب البرامج الشعرية أم الشاعر نفسه ما يسوق لنفسه وما يروج لنفسه بالشكل الصحيح؟ والله اثنينهم. يعني طبعا هو الشاعر مسؤول عن نفسه بالبداية وبالنهاية، يعني هو لازم يسوق لنفسه صح ويشتغل على نفسه صح ويلتقي بالأماكن التي تصلح للشعر، مو بأي مكان يروح يقرأ شعر. والعلاقات أيضا الجزء الأكبر، يعني شاعر أعرف هواية شعراء آني موهوبين محترمين عندهم قصائد جميلة جدا ورنانة، لكن هم ما عندهم علاقات، علاقات يعني أقصد إعلاميا كإعلام ما عندهم علاقات، فلذلك ينظلمون. وأعرف هواية شعراء ما عندهم ذاك المحتوى اللي يقدم للناس بطريقة جيدة، هم معروفين على محتوى فارغ، يعني البعض من عندهم حتى لا أظلم الكثير، بس عندهم علاقات، فهي نسبة وتناسب. لازم الشاعر أولا ما يكون كسول، يعني لازم يحاول يكتب، يحاول يوصل، يلتقي بالأماكن اللي هي للشعر، وأيضا يبني علاقات جميلة مع الإعلام أو مع البرامج. وطبعا أكو تقصير، يعني أكو تقصير من بعض المقدمي البرامج اللي يشتغلون حسب العلاقات وحسب الشخصنة بالضبط. هذا تقصير قوي، يعني 80% تقريبا إلا ما ندر، يعني للأسف الشديد. طيب خلنا نسمع شيء شعبي، شعر شعبي إذا تسمح لنا. نسمع. سولفيني احجاية سمرة، سولفيني احجاية سمرة، رايدك شخبيها يم جرة كحلتك، لملمين طيوف وردية وبريئة ونسقيها بلون شفتك. سولفيني حجاية سمرة، رايدك شخبيها يم جرة كحلتك، الله، لملمين طيوف وردية وبريئة ونسقيها بلون شفتك. انت نية خلفك انت براس ابوك وانا ردتك، حبيبة يلخفتين منه طشريتين عليك بيوم شفتك، يا هو الصف كل حرير الله بقذلتك. شلون تتقارن تغاريد البلاب والويل ضحكتك، انت يا جمار يتغاوى على شفتك، الله، انت يا رمان يتعالى على قبتك، انت يا اترف قصيدان كتبتك، انت سندان بغرفتك، انت شمس الله طلعت من يم رقبتك، وانت سولة سبحة بيه وقلبه شايب، وعندي ذا اندار وارجع يعني عفتك، وانا رايب راسي شلتك، وانا وصيت القلب ما يدق بي الا ذا وافق دكتك. اش قصرفت عيون وجدام وجقاير من وصلتك، الله، سنين اعرفك وانا اول بارحه لما عرفتك، يا فراشه روحي، يا فراشه روحي خايف تخلصين، الهسبه بدزيتها ويا الهوى وبستك، الله، معاهدك شده وظفيره وانا مو رجال اذا تنزل دمعتك، معاهدك شده وظفيره وانا مو رجال اذا تنزل دمعتك،
وانا ذا عاين بالمرايع لروح احسبها خنتج، وانا من شح الهوى، وانا من شح الهوى عذيب، وانا من شح الهوى عذيب شهكتج، وانا من جف النهر مزنه شربتج، وانا بول طيحتج برحيه ضقتج، وانا من وشل المكاتيب عذرتج، ومن عرفتج مستعد اخسر عيوني حتى ما اخسر محبتك. الله صح لسانك اكيد. صح. شنو اللي يحتاجه الشاعر حتى يوصل للنجوميه برايك؟ والله يحتاج يعني اولا يتعب على نفسه من ناحيه الماده الشعريه اللي يقدمها، يعني لازم ماده شعريه تكون دسمه، لازم تكون تواكب بها صور شعريه جديده، لازم تكون يعني القصيده لازم تكون متعوب عليها، هاي بالدرجه الاولى، يعني الماده ثقيله اللي يقدمها. حلو. صح. وبالدرجة الثانية التسويق، يعني إذا كان مرئي، إذا كان سمعي، إذا كان باكراوند يخلي يعني يحاول يتعب على نفسه يسوق نفسه بشكل صحيح. وإحنا هسه بزمن السوشيال ميديا ممكن بالتليفون وحده ممكن يوصل لأبعد نقطة موجودة 100%. صحيح. ويقدر يوصل ويقدر الناس تحبه. طبعا الفطرة هي لازم أكيد موجودة تخدم أكيد. وقلت لك بالإضافة إلى هذا كليته لازم يتخذ خطوات، يخطط تخطيط، هو طبعا لازم التخطيط، يخطط الخطوات موزونه ويسوي علاقات جميله مع الجميع، يعني على ان يكون البرنامج اللي يروح به محترم ويخدم الشعر ويطلعه بصوره لائقه للمجتمع. حلو. من اول شخص السمعه قصيدتك اول ما تكتبها بصراحه؟ والله اول شخص يعني اكيد عائلتي، زوجتي اول شخص. الله يحفظهم. الله يسلمك. واكيد هي طبعا عندها كتابات جدا راقيه وجميله، تكتب فصيح وتكتب شعبي. حلو. فاستفاد من عدل انه عدل اللغه عظيمه، واصدقائي المقربين يعني من ضمنهم الفنان الجميل المخرج علاء الدين محمد علي، يوسف مالك، محمود المالكي، نصير محمد هادي، بدر. حلو. واي اصدقاء عندي يعني اثق بذوقهم واثق بمشورتهم يعني. الله يحفظهم لك. خلينا نسمع عبوديات المشطب. نسمع اكيد. امسك ختام اكيد. اقول شجاجا شجاجا علي ملتمات، يا نياب الكلب بيتي كلان شلون يا نياب. الله. همشني وعرق وجه الدود، وانا الما جست بالفرهود، الكان يجوع قصله زنود، الصرت لحزام على الهادود، الفازع لسمة بصيهود، الباتشي لدمع وخدود، الكنت لمكان للمطرود، سمين هواي يم العود، ضعيف هواي يم العود. الله. كل ذني وذا طاريك، ينياب 12 عريس ينزفون بي، وبقفاك بقفاك حجاره قلبي لا شمر كون، وبقفاك حجاره قلبي لا شمر كون، وذا قارن الدكتك لا شمر كون. الله. ومثل ويهك جزان الحظ، ثار البدو دمع شفظ، السم غثيته شي ما مض، حتى بدمي بين رض، بعلي وبعصة يلا نهض. الله. شعر وشعر صار ابيض، سحت والماي لا ينكض، اصبع وقلب خلص عض، بجفاك الخيط من نعرض، بشر بس شكوى من انخض، على بابك لو شفتني لا شمر كون مقرم وعم ومتيهين بي، او خلص قلبي بعد بجفاك ميهم كسر بطيور يوم النشف، ميهم عفتني وقمت لم بعضاي، وانا فاقد وليف وراي، السما مدري الارض جواي، البقى ومن ربع انا وياي، الونين البية كشختناي، الضعف ما خل بي فياي، الفرح كضيت لكن ماي، من صدر طعن مكفاي، الله وياك مدر وياي، ميهيم المهم خبزه وهو الله وحيل بي. صح لسانك اكيد. ونورتنا ياسر التميمي، يعطيك العافيه. نتمنى انه وقت وياك اكثر، لكن للاسف الوقت ضيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لمشاهدينا. اكيد غدا حلقه جديده من برنامج مورنينج لايف مع بلسم، ما ننسى. واللي ما شاف الحلقه على www.alsomaria.tv.